تستمر عملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ونستمر معكم في رصد آخرها وسط ترقب لما ستكون عليه النتائج. نبدأ من مجلس النواب، حيث حتى الساعة حصل الجمهوريون على 199 صوتا مقابل 174 صوتا أو مقعدا للديمقراطيين. ننتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث سجل الحزبان حتى الساعة تعادلا في عدد المقاعد 48 ب 48 لكلا الحزبين. يبقى أيضا هناك ترجيح لأن يكون السيناريو بعد النتائج النهائية كالسيناريو حاليا، والترجيح لصوت نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس. نظرة سريعة على 4 ولايات أساسية ستكون حاسمة ونحن بانتظار نتائجها: نيفادا، أريزونا، ويسكونسن، وجورجيا. تحتدم المنافسة في جورجيا التي نبدأ معها، وهي تقع جنوب شرق البلاد والتي قد ترجح كفة أحد الحزبين. تم فرز حتى الساعة 96% من الأصوات. تتساوى النسب بين المرشحين الديمقراطي رافائيل وورنك والجمهوري هيرشل ووكر، حيث حصل كل منهما على 49% من الأصوات. ننتقل إلى نيفادا. نيفادا تم فرز 80% من الأصوات حتى الساعة. هناك تقدم للمرشح الجمهوري آدم لاكسال بأكثر من 50% من الأصوات مقابل حصول المنافسة الديمقراطية كاترين كورتيز ماستو على 47% من الأصوات، والمنافسة لا تزال محتدمة بينهما. ننتقل إلى أريزونا. في أريزونا تم فرز 69% من الأصوات حتى الساعة، ويواصل المرشح الديمقراطي التقدم مارك كيلي بنسبة 51% من الأصوات مقابل منافسه الجمهوري بليك ماسترز الذي حصل على 46% من الأصوات. إلى ويسكونسن التي فرز من الأصوات 94% حتى الساعة. هناك تقدم للمرشح الجمهوري رون جونسون بنسبة 51% على منافسه الديمقراطي مانديلا بيرنز الذي حصل على 49% حتى الآن. جونسون يطمح إلى ولاية ثالثة في ويسكونسن. هذه كانت أبرز وآخر الأرقام من هذه الولايات المتأرجحة بانتظار النتائج النهائية.